شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول الإسلامية الشقيقة في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 14 للقمة الإسلامية العادية لمنظمة التعاون الإسلامي والتي عقدت في قصر الصفا بمكة المكرمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله.